عشان هيك إخوتي وأخواتي، عندما يقول يسوع المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، ومرة تاني بيقول أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. قال يسوع من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. يعني بتشوف حتمية، بتشوف تأكيد، بتشوف شيء لا مجال للشك، لا مجال للتخمين أو التأويل، لا مجال أنك تفكر بطريقة يمكن لم يقصد هذا الكلام مثلا حرفيا. كان واضح وضوح الشمس في كل كلمة عم بيتكلمها يسوع المسيح، فهو الذي قال كلامي روح وحياة. لما بيتكلم يسوع المسيح، إما أنه فعلا تصدق كلام يسوع المسيح أو ترفض كلام يسوع المسيح.